كاوي محمد مفتش منسق التعليم في سفارة المملكة المغربية في باريس. اللقاء ديال اليوم كيجي في الإطار ديال إرساء واحد القاعدة أساسية ديال تطوير كفاية المهنية ديال الأساتذة الممارسين. في الحقيقة تيجي بعد زيارة ميدانية للأساتذة وبعد لقاءات مع السادة والسيدات المفتشات ديال فرنسا، وهذا البعد هو استكمال المهمة الأساسية ديال الإطار التربوي داخل السفارة. ومن خلال هذا العمل إن شاء الله اللي غادي يتبعوا أعمال أخرى، غادي نحاولوا ما أمكن باش أولا نعرفوا الأساتذة على الإطار المرجعي المغربي اللي تدرس اللغات، ثانيا نحاول ما أمكن باش نحسنوا المردودية داخل الأقسام. وما كنعتقدش أن هذا العمل إلا أنه غادي ينمي قدرات ومهارات ديال الأطفال، وغادي يحبب أكثر تعليم اللغة العربية والتعلم ديالها لفائدة جميع الأطفال المغاربة وغير المغاربة. نرحب بالسي مكاوي اللي التحق بنا مؤخرا، كنطلبوا له ان شاء الله مقام سعيد في فرنسا والتوفيق في العمل ديالو والنجاح في هذه المهمه الصعبه. واذا كان يمكننا نستمروا دائما من بعد نعطيت المثال للابن، ما خصهاش توقف دائما ان شاء الله السي مكاوي، ما نوقفوش غير في المدارس الابتدائيه، خصنا ولا بدا نزيدوا المستويات الاخرى باش يمكن الطفل يتمكن من اللغه ديالو. بغيت رحبت بالطاقم ديالنا رجال التعليم ديالنا اللي كنعرف النص ديالهم، بديت انا وياهم ملي كنت في هذه القنصليه في ان طونك فيس كونسول، خدمنا انصامبل وجيت لقيتهم تبارك الله باقي في نفس الجديه، باقيين في نفس الحماس اللي كانوا خدامين به في الاول، واللي كنعتبرهم قدوه، خذوا المثال من عندهم. خدمت مع السيد نشي، السي قيصي، السي سكافي، السي بطيوي، هادو حتى هو السي سني تبدل عليا شي شويه، السي سني تبدل عليا شويه. فهادو قدوة خصكم تاخذوا من عندهم المثال، اللي دائما كانوا في خدمة هاد المهمة اللي هي مهمة نوبل غادي نقولها بالفرنسية، تعليم اللغة العربية. فتنتوما مرحبا بكم، الطاقم الجديد مرحبا به بما فيه إناث وذكور، الله يوفقكم وإن شاء الله تكونوا في المستوى المطلوب. والمستوى المطلوب هو هذا، هو أبناء الجالية ياخذوا ثقافتهم الأصيلة. التكوين كان غني، طرقنا لمجموعة من النقاط بما فيها تخطيط التعلمات، الكادر ناسيونال كوموند دو ريفيرونس بالنسبة لتعلم اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية هنا بفرنسا. استفدنا، كان عمل في ورشات، تبادلنا الخبرات والتجارب الميدانية. نعم، كنشكر المصلحة التربوية على هذه المبادرة، ونتمنى إن شاء الله تكون تكرر مثل هذه التكوينات لصالح الأساتذة. والشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا التكوين، والسلام عليكم ورحمة الله. كنت وجه الشكر الجزيل للسيدة قنصل العام المملكة المغربية بكولون، والسيد رئيس الجمعية ديال كولون، ومن خلال جميع الأطر التربوية والإدارية سواء بالقنصلية أو بالمدرسة اللي ساهموا في الإنجاح ديال هذا اليوم التكويني. وما ننساش نوجه الشكر كذلك للأساتذة اللي حضروا معنا واللي تحملوا مشاق السفر، السيد المدير ديال مدرسة كولومب، لأن النجاح ديال العملية التكوينية ماشي رهين بفرد واحد، بل راهين المجهودات اللي قامت بها المصلحه في جميع الطاقم الاداري التربوي ديالها، بالتنسيق بطبيعه الحال مع السفاره اللي حنا كنشتغلوا تحت الاطار ديالها، وكيرجع فضل الاطر الاخرى اللي هي اطر ديال المصلحه اللي كنوجه لهم الشكر كذلك. وكنتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى لجميع الاطفال ولكل من يسعى لاسعاد الاطفال كيف ما كان نوعهم وجنسهم ولونهم ودينهم.
وشكرا.